نشرة إخبارية من i24 News، أهلا بكم. أفادت وكالة سانا السورية للأنباء بمقتل مواطن بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارته في القنيطرة. وتضيف مصادر سورية إعلامية أن انفجارا وقع بالقرب من بلدة حضر، مشيرة إلى أن القتيل هو عماد طويل الذي كان يعمل مع حزب الله والأمن الجنائي، فيما يعتقد أن طويل هو أحد مسؤولي البنية التحتية لحزب الله في سوريا. وينضم إلي عبر الخط الهاتفي من الجولان الصحفي أديب فرحات. أديب، هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة عند القنيطرة؟ نعم، في ظهيرة هذا اليوم سمع دوي انفجارات، قيل أنها استهدفت المدخل الجنوبي لبلدة حضر قرب تلة الحميرية في منطقة القنيطرة، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي. المعلومات الأولية تشير أن صاروخ موجه أدى إلى وفاة الشاب عماد الطويل أطلق من طائرة إسرائيلية بدون طيار. وتربط الرواية الإسرائيلية عماد الطويل بإنشاء خلايا تتبع لحزب الله وإيران في المنطقة بالقرب من الشريط الشائك، الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه دمشق يوما. الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف بها الطيران الإسرائيلي أفرادا من قرية حضر، حيث أنها استهدفت عام 2015 كل من ثائر ونزيه محمود. أما على الصعيد المحلي فهنالك تفاوت بالقلق إذا ما يحدث، والتمني بألا تتطور الأحداث ويحدث ما لا يحمد عقباه. بشار. نعم أديب، هل هناك أي، ذكرت بأنه لا يوجد تأكيد أو نفي من في الجانب الإسرائيلي، لكن في الجانب السوري هل يوجد برأيك بحسب متابعتك للأخبار، هل يوجد أي تأكيد أو نفي حول هوية هذه الشخصية ولمن كانت تتبع؟ الجانب السوري حتى الآن يعلم بأنه مواطن عادي من قرية حضر، لا أكثر ولا أقل. لم تصدر أي أنباء عن ارتباطه بأي خلية أو حزب الله أو بخلايا إيرانية. نعم أديب فرحات الصحفي، كنت معي من الجولان، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. ونبقى في سوريا، حيث استعادت الفصائل المقاتلة في سوريا وعلى رأسها هيئة تحرير الشام السيطرة على مدينة سلاقب الاستراتيجية في ريف إدلب الشرقي. وتأتي استعادة الفصائل المدينة بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات السورية عليها. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة إلى اسطنبول في 5 من مارس آذار ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك. تتضارب الأنباء ما بين نفي وتأكيد حول سيطرة المجموعات المسلحة على مدينة سراقب، فبالوقت الذي ظهرت صور تؤكد دخولهم نفى الجيش السوري سيطرة المجموعات المسلحة على كامل المدينة، معلنا معركة استعادة ما خسره من جديد. يأتي ذلك بعدما دخل جيش سوري كفر نوبل إثر سيطرة المجموعات المسلحة عليها مطلع عام 2012 ليستعيدها بعد 8 سنوات. وقت اللي مبارحة احتلت مدينة كفر نبيل شفت التفاعل معها عن طريق السوشيال ميديا، كانت كل العالم مبارحة بتبكي كفر نبيل. بإذن الله رح نرجع للمدينة، ممكن بعد فترة قصيرة، ممكن بعد فترة طويلة. وفي السياق ذاته تابع الجيش السوري تقدمه في سهل الغاب، إذ بات على مشارف السيطرة التامة عليها، حيث بلغت إعداد المناطق التي سيطر عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية 58 قرية، حيث التقت القوات السورية المتقدمة من ريف إدلب الجنوبي بالقوات المتقدمة من ريف حما الشمالي. وفيما باتت وحدات الجيش السوري تطوق بالكامل نقطة المراقبة التركية في شيرمغار شمال غرب حما، والتي تعد أكبر نقطة من نوعها في ريفي حما وإدلب، المجموعات المسلحة وبدعم تركي تفك الحصار عن 3 نقاط مراقبة في محيط سراقب، بالوقت الذي أعلنت به وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وجرح آخرين بضربة جوية استهدفت القوات التركية. وعلى الجهة الأخرى، وكأول رد فعل روسي على هجوم سراقب، نفت موسكو أي لقاء مرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس أردوغان في 5 من الشهر القادم ليزيد الأمر تعقيدا في إدلب ويبعد احتمالات الوصول إلى حل سياسي.
وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي فراس أوغلو. سيد فراس، إذا استعادة السيطرة على مدينة سراقب وما تحمله من أهمية استراتيجية، خاصة وأن هذا الموضوع تم بغطاء تركي، لربما يعتبر هنا نقطة تسجل لصالح الجانب التركي من ناحية، أم أنه لو ننظر إلى ما يجري بشكل عام تعتبر تركيا عمليا غير مستفيدة بالنظر إلى التقدم واستمرار هذه المعارك مع الجيش السوري واستمرار استعادة الجيش السوري لكثير من المناطق في إدلب؟ يعني أعتقد اللي بعد ما حصل في نيرب والآن سراقب يعني هي كأنها رسالة تقول أنها تستطيع القوات المعارضة مع الدعم التركي استعادة أي نقطة تخسرها، يعني أتوقع هذا الشيء. لكن بالنسبة للناحية التكتيك العسكري هذا ربما متعلق جدا برؤية ربما الضباط الأتراك ربما في سير المعركة أو التوغل أو التحرك في هذه القضية، هذا ربما تحتاج إلى قراءة تكتيكية عسكرية. لكن الواضح أن تركيا تريد السيطرة على نقاط مرتفعة التي تستطيع من خلال ربما السيطرة على كامل نقاط أخرى بسهولة، يعني مثل سراقب وغيرها ربما تستطيع تسيطر على قرى بسهولة بعد ذلك، أو جبل الزاوية الذي ما زالت تسيطر عليه المعارضة أيضا يستطيع ربما إعادة كثير من الأراضي التي يخسرها. إذن أرى أن هناك صراع حول نقاط استراتيجية، هذا ما تقوم به ربما الآن تركيا والجيش الوطني السوري. فراس، الجانبان التركي والروسي لطالما أكدا أنهما سوف يمضيان قدما في المحادثات بينهما، لكن عندما يقول الكرملين اليوم بأنه لا يوجد لقاء حتى الآن غير مدرج هذا الأمر في جدول أعمال الكرملين، إلى ما يؤشر هذا برأيك انهيار المحادثات تماما بين الجانبين أو على الأقل في الفترة الحالية؟ نعم، هذا دليل على أن الطرفان لم يتفقا بعد، هذا واضح. حتى اللجنة التي جاءت ما زالت مستمرة ليومين، والرئيس أردوغان أعتقد أيضا في المجلس الرئاسي قالوا حتى الآن لا يوجد شيء ثابت حتى في الخامس من الشهر القادم. يعني أعتقد أن الرسائل متبادلة في هذا السياق. اليوم تصريح رئيس أردوغان أيضا يقول الأمور في إدلب بدأت تميل لصالحنا، إذا أعتقد أن الأمور على أرض الميدان بدأ تدخل أكثر رويدا رويدا في الصدام. نحن اقتربنا من نهاية هذا الشهر، وستقف تركيا أو ستكون عفوا في موقف حرج جدا ما لم تستطيع أن تفعل شيء على أرض الميدان، وهذا ربما أحد أسباب أتوقع التقدم باتجاه سراقب. والعالم ربما أيضا سيكون هناك صدام متقدم أكثر، خصوصا بعد تصريح مارتشيليك بأنه يجب أن يعود النظام إلى نقاط المتفق عليها. وإن كنت تذكر أيضا أردوغان هو لم يتحدث عن لقاء مع بوتين فحسب، وإنما أيضا مع رؤساء أوروبيين مثل أنجيلا ميركل وماكرون، ولطالما كان هناك اتجاه تركي ونظرة تركية للولايات المتحدة والناتو، ما الذي يأمل أن ينتزعه أردوغان من هذه الأطراف الأوروبية وخاصة الدول العضوة في الناتو؟ أول شيء، تركيا تبحث عن ضغط سياسي كبير، ليس دولة مقابل دولة. تستطيع تركيا أن تمارس ضغوطا، ولكن في الوقت نفسه تستطيع روسيا أن ترد على هذه الضغوط بضغوط أخرى، لذلك ليس أعتقد جيدا بالنسبة لتركيا. في حال وجود ضغوط من عدة دول كبيرة، فرنسا، ألمانيا، تصبح الأمور أصعب بالنسبة لروسيا. هذا أولا. ثانيا، لابد من ضبط الاشتباكات أو الصدام الحالي الآن، هذا لا يمكن تركه هكذا. لذلك الدول ليست متحاربة فيما بينها، ولكن هناك اختلاف وخلاف في الصدام في هذه النقاط، لابد من ضبط هذه الأمور وإن كان بعمليات محددة. هذا مهم. النقطة أعتقد الثالثة وهي أيضا أن في حال تواجد هذا الرأي العالمي سيجعل من المفاوضات مع روسيا أكثر قوة، هذا سيجعل روسيا أيضا أنها تركيا تحاول أن تجلب كما ذكرت أوراق ضغط أقوى. نكتفي بهذا القدر، الوقت للأسف انتهى. فراس أوغلو المحلل السياسي كنت معي عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أدرجت الولايات المتحدة أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب بسبب دعمها للحزب الله حسب اتهامها، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات في أغسطس الماضي على بنك جمال تراست وشركات تابعة له في لبنان بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله. وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين بحسب اتهامها ووصفها.
أنا المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات حربية إسرائيلية أسقطت طائرة بدون طيار أقلعت من قطاع غزة فوق البحر المتوسط. وقال أفيخاي درعي أنه تم رصد الطائرة وهي تقلع من قطاع غزة وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط، ولم تتضح مهمة هذه الطائرة بدون طيار أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها. قال وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت أنه وقع على أمر بمصادرة 4 ملايين دولار حولت من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة صرافة المتحدون في قطاع غزة والتي يملكها رجل الأعمال زهير شملخ وعائلته. وأضاف البيان أن هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات للنشطاء في الحركة بحسب البيان. أرى المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا عدنان أبو حسن أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود تؤثر على برامجها وعملياتها. وقال أبو حسن أن هناك وعود بمبلغ قدره 300 مليون دولار من ميزانية 2020 التي تقدر بمليار و400 مليون دولار، مضيفا أنه ما من تمويل حتى اللحظة لبرنامج الطوارئ لغزة والضفة الغربية، ويتم الاستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات الطوارئ. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز أخطأ عندما وصفه بالعنصري خلال مناظرة انتخابية. وعندما سئل نتنياهو عن احتمال المواجهة مع ساندرز إذا فاز الرجل الاشتراكي ديمقراطي بمنصب الرئاسة الأمريكية، قال نتنياهو أنه سبق وصمد في وجه إدارات أمريكية سابقة. قرر البرلمان العراقي إرجاء التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بسبب عدم اكتمال النصاب وذلك إلى يوم الخميس. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق اللاوي إن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات اللاوي للحقائب الوزارية. وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد. وينضم إلي حول هذا الموضوع من برلين عبر خدمة سكايب علي القيسي، وهو رئيس جمعية ضحايا سجون الأمريكية والإيرانية في العراق. سيد علي، أنا أعرف رأيك المناهض لكل هذه المنظومة السياسية العراقية، لكن لو ننظر هنا إلى التفاصيل ولو ننظر إلى الأمور من منظور الأحزاب السياسية العراقية، كتل كبيرة ومن أكثر من 300 عضو حضر فقط 115 إلى البرلمان العراقي في جلسة منح الثقة اليوم، على ماذا يدل هذا برأيك؟ ربما بأن حكومة علوي لن ترى النور أبدا. الحقيقة الشعب العراقي وحتى فيما بعد يعني جهات سياسية وأعضاء برلمان أصبحوا مقتنعين بأن هذه الحكومة هي حكومة يعني ضمن برنامج لفرضها فرض يعني إيران التي تفرض حكومتين، حكومة في العراق وحكومة في لبنان. ومهمة الحكومة في العراق يعني بسبب العلاقات القوية اللي تربط محمد توفيق علاوي مع حزب الله وإقامته في لبنان، القصد من هذه الحكومة هو تشكيل حكومة لإدامة الزخم والتواصل مع حزب الله وتمويل أذرع في المنطقة. الشعب العراقي والبرلمانيين وحتى قسم كثير من البرلمانيين الذين لم يحضروا رغم التهديد، هناك عملية تهديد بالقتل وهناك عملية ترغيب وترهيب، لم يحضروا لأنهم متأكدين بأن هذه الحكومة لا تمثل إطلاق الرأي الشارع العراقي اللي تمرد على الطائفية والمحاصصة وتمرد على التدخل والخنوع لإيران. طيب سيد علي، ميدانيا كانت هناك دعوات لتنظيم مظاهرات مليونية اليوم في خلال جلسة منح الثقة، وحتى الآن لا يوجد هذا الزخم الشعبي الذي كان متوقعا احتجاجا على هذه الحكومة واحتجاجا على شخصية رئيس الوزراء. لماذا؟ الزخم الشعبي موجود والتظاهرات موجودة وثابتة في ساحاتها المعروفة في البصرة وفي الناصرية وفي بغداد وفي النجف وفي عدة محافظات، لكن هناك عملية قتل واستخدام يعني فاضح للسلاح. وأمس شاهدنا فيديو كيف يقتلون يعني بالأسلحة، يقتلون ويرقصون على جثث من يقتلونهم.
الآن أصبح يعني ثابت لدى من يتصدرون المشهد السياسي العراقي بأن الشعب العراقي والشباب العراقي لن يصمت بعد اليوم ويبقى. وبالنسبة للزخم، الزخم موجود والتظاهرات ساحاتها موجودة والشعارات موجودة، ومحاولة خداعهم بمسميات وبتشكيلات حكومية كاذبة تدعي بأنها بعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن الولاء لإيران، هذا أمر يعني لا يصدق الشعب العراقي. ولا يمكن أن توجد حكومة أو حتى انتخابات في العراق في ظل وجود أكثر من 40 ميليشيا تحمل أسلحة ثقيلة وتمتلك المليارات. السيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية والإيرانية في العراق، كنت معي عبر خدمة سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك. إلى تونس، حيث منح البرلمان الثقة للحكومة أو لحكومة الياس الفخفاخ بأغلبية أعضائه بعد وتيرة مستمرة من الخلافات مع بقية القوى السياسية، وذلك أيضا بعدما فشلت أكثر من محاولة من الرئيس التونسي قيس سعيد لتشكيل الحكومة في أوقات سابقة. 129 موافقون، مبروك. جلسة العشر ساعات انتهت بمنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، عقبة أولى ينجح الفخفاخ في تجاوزها بأغلبية برلمانية بعد أشهر من الخلاف السياسي تضمنت مسلسلا من المفاوضات بين الأحزاب بشأن التركيبة الوزارية للحكومة، ما أشار إليه الفخفاخ مؤكدا بأن حكومته تسعى لتجسيد المصالحة الوطنية متمثلة بجميع التيارات السياسية والفكرية. وسنعلن أنه لن نتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل، ونقولها ونعاودها. مشاكل اقتصادية حادة وتحديات اجتماعية ومعارضة قوية على رأسها حزب قلب تونس هي عقبات أخرى تواجهها حكومة إلياس الفخفاخ، ما أشار إليها الفخفاخ واعدا بوضع تونس على الطريق السليم من خلال مقاومة الجريمة والتصدي لغلاء الأسعار والعمل على إنعاش الاقتصاد. يأتي ذلك في وقت أكد فيه على ضرورة وجود معارضة بناءة تلعب دور الرقيب حسب قوله. ومن جهة أخرى، لا يزال مراقبون يؤكدون هشاشة الحكومة في مواجهة العقبات الداخلية من المطالب الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، محذرين من خطر سقوط الحكومة وسحب الثقة منها. فيما شدد الفخفاخ على مكافحته في عمله بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية، مقرا بصعوبة التحديات التي تنتظره. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلام على المحادثات السياسية في جنيف حول النزاع في ليبيا بدأت بمن حضر، أي ممثلي حكومة الوفاق الوطني وشخصيات اختارتها المنظمة الدولية فقط وفق ما أفاد دبلوماسيون. ميدانيا أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن قوات اللواء خليفة حفتر قصفت مجددا مطار معتيق الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار. الغموض يسود المباحثات الأممية في جنيف حول المسار السياسي لشؤون ليبيا التي تعقد على الرغم من تغيب الأطراف الليبية عنها بعدما فشلت الأمم المتحدة في إقناع الأطراف العدول عن قرارهم بالانسحاب من مباحثاتها. خطوة الأمم المتحدة هذه إشارة على إصرارها تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب أعينها، وهي إحلال الاستقرار على أراضي طرابلس والحفاظ على أمن المواطنين، إلا أن مواقف أطراف النزاع والتدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية تشكل عقبات في المهمة التي لا طالما وصفها ممثل البعثة مؤخرا بالصعبة جدا. لطالما قيل لي أن مهمتي مستحيلة، لكن لم أعتبرها يوما كذلك. في اليوم الذي أحدد فيه أن مهمتي مستحيلة حقا، لن أكون بينكم. في الوقت الراهن أعتقد أن مهمتي ممكنة. أنا لا أقول أنها سهلة، إنها صعبة جدا، لكنها ممكنة. أما ميدانيا، مطار معتيق الدولي يستأنف الملاحة الجوية بعدما علقت سلطات المطار رحلاتها اليوم على إثر تعرضه لقصف مستمر في الفترة الأخيرة. قصف مطار معتيق الليبي، المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية،
يعتبر هدفاً استراتيجياً للأهداف المقاتلة، كونه يشكل منفذاً للأطراف الخارجية لإرسال مساعداتها لأطراف النزاع بحسب مراقبين. برأت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة نجل الرئيس عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع الإقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيسي في القضية ب8 سنوات سجنا نافذا بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية. وصدرت الأحكام في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست بأهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس خالد تبون بين المتهمين، وهو موقوف منذ حزيران يونيو الماضي. إلى فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل ثالث إصابة بالفيروس لشخص قادم من إيطاليا، فيما نصحت الحكومة الإسرائيلية المواطنين بتجنب السفر إلى الخارج خشية تفشي الفيروس أو الإصابة بالفيروس. وأضافت الحكومة الإسرائيلية أن إيطاليا من بين الدول التي يحظر السفر منها وأيضا إلى إسرائيل والعكس. هذا حدث دولي متعدد الأبعاد له تأثير واضح على السياحة في إسرائيل. نحن على اتصال بجميع الوكالات السياحية ونقوم بالتعاون أيضا مع وزارة المالية لكي نقدم مساعدات تسمح للسائحين وجميع الأطراف الأخرى التعامل مع هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة. من ناحيتها، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس كورونا للبلاد. ووضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن المملكة ستعلق أيضا دخول تأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطرا. إلى ذلك، أعلن وزراء الصحة العرب عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة لمراجعة خطط الاستعداد والترصد للفيروس. في إيران، جاء أن نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مشتبي ذو النور مصابان بالفيروس. وكتب ذو النور على موقع إنستغرام أنه في الحجر الصحي. هذا وارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدة في إيران إلى 26. من جهته، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرشد الإيراني علي خامنئي بمواصلة الكذب على شعبه حول الأعداد المصابة بالفيروس. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بعد الفحص تم تشخيصي بفيروس الكورونا، لا يوجد أي سبب للقلق. أنا في الحجر الصحي حاليا، كل إيمان بأننا سنهزم هذا الوباء قريبا بمساعدة الله واتباع تعليمات الوقاية والنظافة. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع نائبه مايك بنس في واشنطن أن بنس يعمل مع خبراء وأطباء لتجنب خطر الكورونا على الشعب الأمريكي الذي سيبقى منخفضا. تأتي تصريحات ترامب في ظل ارتفاع عدد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 2800 حالة وفاة. لا يمكننا الفرار من المرض، ربما سنتعرض له بمستوى قليل أو عال، ولكن مهما حدث فنحن مستعدون تماما. لدينا الأفضل المختصين في العالم والكونغرس على استعداد لمنحنا أكثر بكثير مما نطلبه. سنرى ماذا سيحدث، على كل حال نحن نسيطر على كل شيء. ونختتب النشرة بهذا التقرير المنوع من الأردن، حيث تمارس ريما الشمري رياضة الملاكمة متحدية التحفظات الاجتماعية حول هذا الموضوع. تبدأ الملاكمة الأردنية ريم يومها بلف الضمادات حول معصميها، ومن ثم تدريب لساعات في صالة الألعاب الرياضية بالقرب من منزل عائلتها. وتحلم الرياضية بالتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في طوكيو. تردد ما فيه بإذن الله للأمام، لكن التوتر مش توتر، لأنه البطولة قديش هي كبيرة وقديش بحجمها، فهذا بس التوتر، لكن بإذن الله المعنويات عالية وإن شاء الله نحقق الهدف. دخلت ريم حلبة الملاكمة في عام 2009 وكان عمرها 19 عاما، وعلى الرغم من الضغوطات التي واجهتها من مجتمعها المحافظ إلا أنها تحلت بالعزم وتحدت القوالب النمطية وواصلت المشوار.
لما تحكي بدوية وتلعب ملاكمة، يعني هاي الجملة لحالها هي التحدي مجرد ما أنا أحكيها. لكن الحمد لله قدرنا بوجود عائلتي وتشجيعهم إلي، إن هاي كانت حافز إلي لحتى أسير وأبدأ في رياضتي اللي أنا عندي موهبة فيها إن شاء الله. خلال مسيرتها الرياضية فازت ريم بثلاث ميداليات ذهبية في بطولات محلية، لكنها تضع عينيها الآن على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو التي بدورها تواجه خطر الإلغاء حاليا بسبب التخوفات من انتشار فيروس كوفيد-19 المعروف باسم فيروس كورونا. ونصل إلى نهاية النشرة الإخبارية من i24 News، شكرا للمتابعة، في أمان الله.